لك فتشت البيت فوقاني تحتاني ما طلع معي ولا فرنك. وانا كمان ما لقيت ولا متليك. لا مو غريبة مو غريبة، وين حاطت المصاري؟ لا مو غريبة، اللي مثل عزمي بيك بيحط مصاري بالبنك. مصبوط، بس وينها؟ هدول الغراض محرزينها، اذا عرفنا كيف نبيعهم ونصرفهم. هدول الغراض ما رح يجيبوا لك السعر اللي بدك اياه، هدول الغراض بدك تبيعهم ضروب وهروب. ما هاد اللي عم قوله، بدنا نصرفهم على الحارك. من تعلينا المقبرة لازم ننكتها نكت ونجيب الكنز ونغير عيشتنا، هون بالحارة نشفوا مياتنا. أخي ما عنا غير هالنطة تبع المقبرة، يا بتصيب يا بتخيب. فريد لنشوف، طلع لي هاي محرزة لك. هاي قطعة الله يرزقك يا عزيزي. هاي لك هذا بدو لسه شوف نحاسات الحردبة. عليك يا عزمي بيك ويف الضك. شفت يا قطاع فاشي كتير برد ابن عمي. أنا بدك تمطر، الله يبعث الخير. آمين يا رب. شو هذا مصمع؟ شو هاد؟ نسياني باب صعب مفتوح؟ لا أيوة أعوذ بالله. يب يا لطيف أكيد حرامية أكيد. يخرب بيته يعلم عليه. لك الله ينتقم منهم، الله لا يوفقهم، الله لا يهنيهم، لكن ان شاء الله بيصرفون على صحتهم يا رب. لا ما عاد في اخلاق وما في امان يا سعد وما في امان. انت شفت حدا غريب بالحاره اليوم؟ شفتوا حدا غريب يا شباب؟ ما حدا شاف شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد هيك هو الطريق اجى لهالشيء. يعني ما كان في حدا بالبيت؟ هيا ما كان في حدا. لا هاي القصة ما عاد ينسكت عنا منو؟ بعدين معقولة أهل الحارة ما حدا شافه؟ هاي المرة الثالثة اللي بتنسرق فيها الحارة. يا جماعة أنا قريبا رح أجيب لكم الخبر الحرامي. شلون بقى؟ كل شيء بوقته حلو عمي. Bienvenue, capitaine. Bonjour. Bonjour. Entrez-vous. Merci. Entrez-vous, mon capitaine. Yalla. تفضلوا. طلع الصنديات كلها مسروقة من البيت ما في شيء. تفضلوا الضيوف. تفضل. يا
شفت بعينك كابيتان؟ تفضل شارك على الغرفة. تفضل. مو تاركين شيء ابدا. تفضل. انتريفو. تفضل من كابيتان. تأكد يا عزمي بيك إنه هاي الإساءة مو إلك وحدك، هاي إساءة إلنا كمان، ورح نعرف الفاعلين بوعدك. ميرسي بوكو كابيتان. تفضل. روح يا عزمي بيك، الله يرزقك على وقت نيتك. شفتك القطاع احلم التاني، ارفع شوفك الشغل. هدول لازم نخلص منهم بسرعه. شو قلتك؟ لوين ناخذهم؟ انا مني علي نازل فيهم عالكي. وانا عمول لحالي اخذهم وروح على سوق الحراميه. شو انت كديش؟ وين نازل فيهم على سوق الحراميه؟ بدك تطلع وضنا؟ بركي طلع لك حدا من اهل الحاره. لكن لوين اخذهم؟ اخي روح فيهم لعند الفرنسيين على حارات الاكابر. لك اخي بسطت فيهم. اتفقنا. تعال تعال خذ هي لك. هي لك. عم حاكيك. زين. روح يا عزمي بيك. زين زين. وهي الله يفتح عم وشك. خذ خذ مني خذ. ويرزقك على هواك بيتك. خذ هي لك كمان. صرت داعي له وسط لي هالزلمه لانه بيستاهل. يلا لا يا حرم. خود لا لا هي لي للهردبه. ضيع شوي ما بدون تعب. ما بدنا نكسر. اي والله مو سهل. شايفك اخ يعني دافنينه سوا. هلا يا ميم. شو طمني شو الاخبار؟ شوفت عينك قلبت الشاهده وناطر فرج ربك. لا اله الا الله. يلا معلش عمي بدنا نتحمل انا وياك. هو بس لو في شي حدا يساعدنا. والله فكرت فيها. ها ليك انا رح اروح على المستشفى هلا، برجع لعندك وبنحكي. الله ييسر لك. السلام عليكم. حابب اعرف يا عزمي بيك ليش ما بتطلبوا يرجع المخطر على الحاره؟ والله يا ابو رسمي هذا الموضوع بخصكم انتم. نحن تابعين لكم، فالمفترض جنابك تكشف لنا هذا الحرامي، لانه هيك الوضع ما بيصير. خير ان شاء الله، راح نشوف اصحاب السوابق. حضرتك بمين بتشك؟ حاليا ما بشك بحدا، بس بعد شوي ما نعرف. خير خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. لحماتي قطعه حلوه كثير. تاخذ تعال. اهلا وسهلا. تفضل اخي تفضل. نص حقها نص حقها قطعه. الله لا يحرمني. ان شاء الله تكره هيك بروح كلفته ويجي تحكي لي. تفضل يا اختي قطع لحماتك للبيت شغله ارفع شوفك. بعدين بحجي تفضل عندي. تعال شوف لي القطعه. نص حقها حبيبي. ليه بحجي؟ تعال شوف لي القطعة. تعال شوف لي القطعة. شغلي ارفع شوفها.
بنحط المياه ونجيب البيت والطعم بتدخل لي عليه السيكارة بتجيب. ناوي نمزح ان شاء الله. اهلين بالحجي. الله لا يحرمك. قرب يا حباب لا تعب. نص حقها نص حقها. كله اجنبي كله اجنبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عميل معه معلم امرني تبيعهم كلهم شيله واحده. شيله واحده بعنا. وده بدك فيهم 50 ليرة. شو 50؟ يعليك شو شفيت؟ قدي بدك تدفع؟ لا انا ما بدفع مصاري. لكن شو بتعمل؟ تجي بتسهر عنا بالملهى وببلاش؟ بالملهى؟ شو يعني ملهى؟ ما بتعرف الملهى؟ بلا بعرف بس ما بعرف شو في جوا. هذا مكان في جو رقص وغنى وبرامج وخود وهات وهات وخود وبتضل بتسمع فيه للصبح. خود وهات. موافق بعنا. بس وينك؟ مو لحالي بدي اجي معي رفيقي. ما قلت لك يا عليك سمعت ببلاش سلتت دغري رفيقك؟ بطلنا البيعة. لا لا خلاص اهلا وسهلا.